سلام ومرحبا بكم، رجعنا لكم في تونس 24. اليوم يحتفل العالم باليوم العالمي لمناهضة التعذيب، وتونس بالطبيعة وين كنا وين أصبحنا، هذيك شعار المرحلة هذية. باش نحكيو أكثر على الموضوع هذا معنا سي منظر الشيرني، كاتب عام المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب. أهلا بك سي منظر. أهلا بصحتكم ومرحبا بالمستمعين الكرام. إن شاء الله كل عام ونحن حيين بخير، لكن قبل ما نقولوا الشيء هذايا، هل شفينا، معناها هل شفي المجتمع التونسي والدولة التونسية، هل شفيت من التعذيب، نعم أم لا؟ في الحقيقة في حاتم، يعني تونس كما نعرفه ثلاث عقود يعني الدولة مارست التعذيب على التوانسة. التعذيب هذا ما يقتصرش على السياسيين، بل هو أيضا يشمل الناس المتهمين في قضايا عادية من جميع الفئات، وخاصة الفئات الفقيرة والفئات المهمشة. والممارسات هذه كانت يعني ممنهجة نجم نقوله، لأنها كانت تتم كسياسة الدولة. الدولة كانت تعتبر نجم نقوله أن التعذيب كان طريقة حكم، وهذا تشترك فيه تونس مع برشا ديكتاتوريات، يعني في أمريكا الجنوبية، في إفريقيا، ماليش وحدنا. لحسن الحظ يعني في العشريات الأخيرة ثم نهوض لفكرة حقوق الإنسان، لفكرة مناهضة التعذيب. يعني المجتمع الدولي أصبح أكثر تيقظ للمسائل وقضايا حقوق الإنسان، وأصبحت يعني ثم مجلس حقوق الإنسان، وثم مجتمع مدني على مستوى دولي يتحرك ضد الدول التي تنتهك حقوق الإنسان. نجم نقول أن تونس يعني نحن منذ صار إلى اليوم انخرطنا في هذا التيار العالمي، وعنا في الحقيقة يعني أصبح عنا مجتمع مدني قوي. نحن ما ننساوش أنه الرابطة التونسية لدفاع حقوق الإنسان هي أول منظمة حقوقية توجد في إفريقيا عام 77 وفي العالم العربي. دونك نحن يتسمى عنا قصب السبق كما يقال في مجال حقوق الإنسان. عندنا سبق في برشا حاجات، نحن راهو معناها ذيك الحاجة اللي باهية، ولو أنه على ذيك ديما نعود نذكر، ومعناها نشكرك اللي ذكرت أنا بالحكاية ذي، خاطر ننسيوها بعض ساعات، باش نعرفوا اللي باش نحن كتوانسة نفهموا اللي الثورة اللي صارت لم تصير من عدم، معناها كما كناش الأولانين في برشا حاجات، وحتى في أبسط الأشياء، وحتى في أحسن الأشياء، مثلا حتى أو معناها النساء متاعنا ديما كانوا الأولانين، الرجال متاعنا الحقوقيين ديما كانوا الأولانين برشا. دونك هذيك هي جات الثورة، خاطر تراكم الشيء هذا مش من عدم. ننساوش نحن في حاتم نحن عنا أول إعلان تاع حقوق الإنسان يعني في العالم العربي والإسلامي، هو معناها العهد لمان تاع 1861، وبعد ولا عنا دستور، أول دستور في العالم العربي عام 1864. هو الشعوب، هو سمحني نتفاعل معك، هي الشعوب العربية الإشكال، ولا شعوب المجتمعات العربية الإسلامية الإشكال، راهو تعتبره سياسي بمفهوم الجماعة، خطر شنو هم حقوق الإنسان، وقت يولي ينسلخ الفرد عن جماعة، يولي حقوقه هو كفرد، كفرد كإنسان، مش مرتبط، معناه مش هو يتحصل على حقوق لما ينتمي إلى جماعة. صحيح، يعني هي في حاتم حقوق الإنسان أجيال وتختلف حسب الفلسفات. يعني المدرسة الليبرالية تركز صحيح على الحقوق الفردية، ولكن أيضا جاءت بعد المدرسة الاشتراكية وركزت على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحقوق الثقافية، يعني هالحقوق الجماعية. وفما جيل حتى آخر متاع حقوق اللي هو ارتبط بالتحرر من الاستعمار، وهو حق الشعوب في تقرير مصيره وحقها في الاستقلال والكرامة. يعني فما أجيال متاع حقوق الإنسان، وفكرة حقوق الإنسان يعني تتطور كما تتطور الأفكار والفلسفات، فكرة حقوق الإنسان أيضا تتطور. ونحن في تونس الحقيقة المجتمع المدني كان اليوم ثري ومتنوع بحكم مناخ الحرية، أن النجم كونه جمعيات وأحزاب ونقابات ومنظمات.
هذا فتح المجال معناها أمام ثراء المجتمع المدني. اليوم نلقى مجتمع مدني في المجال الثقافي الحقوقي الاقتصادي الاجتماعي البيئي الشبابي، يعني ثم عنا تنوع نحصد عليه في الحقيقة. والمجتمع المدني في تونس يعني معروف في العالم أنه مجتمع نشيط وعنده كلمته مع الدولة في القوانين وفي التشريعات وفي غيره. نحب نرجع نحب نرجع للتعذيب سي منذر. ما هو تعريف التعذيب؟ التعذيب يا سيدي حسب الفصل الأول من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب هو كل فعل أو عمل ينتج عنه ألم شديد لشخص، ألم بدني أو معنوي أو عقلي يرتكبه موظف عمومي، يلزم ثم شرط هذا، أو شبه موظف عمومي، معناه موظف عنده السلطة. السلطة بالطبيعة يلزم ما هوش مربوط بالدولة أو بالمؤسسة. يعني مثلا وقتي زوجي يعنف زوجته ما هوش تعذيب، التعذيب ديما يرتبط هذاك عنف أسري أسري. حتى ولو ينزل في حالات يرتقي إلى التعذيب، ولكنه ما يتصنفش تعذيب من الناحية القانونية. يلزم يكون يمارسه موظف عمومي على أفراد الناس لانتزاع اعترافات أو للعقاب أو للتخويف والترهيب. فما برشا دوافع أو بدافع التمييز يعني في حالات يمارس. إذن أما الأكثر شيوعا نحن في تونس هو التعذيب بدافع العقاب. يعني ثم برشا يعتقدوا انه نحن في تونس نعذب برشا بدافع اقتلاع الاعترافات، وهذا مش صحيح. يعني الاحصائيات تثبت انه غالبيه الممارسات بتاع التعذيب، يعني هالالم الشديد يتسلط على الشخص، يكون هو في العاده بدافع العقاب، يعني يتم القبض على شخص وحتى احيانا بدون معرفه التهمه نتاعه، او لانه السلطه اللي تقبض عليه تعتقد انه اجرم او انه ارتكب جريمه خايبه. دوك هي باش تربح وقت يعذبوه باش يعطي اعترافات. يا اما ثم دفع الانتقام، يعني هو دفع العقاب. عقاب يستبق العقاب قبل ما يتعاقب بدنيا وجسديا قبل ما يتعاقب من طرف المحكمه. باش نسالك سؤال، مثلا سي منذر، اذا واحد مثلا الاعترافات بالضرب يعترف، اما زاد فما بعض ساعات نوع اخر من اقتلاع الاعتراف، مثلا يخليه 9 سوايع يحقق معه، ما يخليهش يرقد، ما يخليهش، فهمت؟ فما نوع من ينجر عنه. علاش هي الاتفاقيه تحكي على التعذيب البدني او العقلي؟ لكن يعني كيفاش نثبتوا التعذيب البدني؟ ونحن رينا ذيك، خلينا التصويره حطيناها بكري باش الناس تكون حاجه تفهم اللي التعذيب راهو حاجه خايبه، لكن اذا ما تفهمش اثار بدنيه، كيفاش يثبت الانسان اللي تم تعذيبه معنويا لاقتلاع اعترافات مثلا؟ هو صحيح، يعني التعذيب حتى البدني في فصلنا برشا الدول يصعب، لأنه التعذيب في العادة يتم ما بين 4 حيوط وصعيب خاصة في أنظمة استبدادية باش الإنسان يوصلوا له أو يتعرفوا على شيء ليحصل له، وحتى من بعد يحكي للمحكمة ما يبداش عنده أدلة شهود أو يعني تبقى. بالنسبة للتعذيب المعنوي فما الاختبارات النفسية تنجم تثبت انه الانسان تعرض الى التعذيب المعنوي. واللي يعني شكاو سي منذر، هل فما ناس خذات حقها معناها في العوام الاخرى هذيا، معناها شكاو اللي هما تعذبوا في مركز، تعذبوا في السجن وتنرجعوا من بعد للسجن، معناها فما ناس شكات واسترجعت حقوقها؟ خاطر ديما اون لامبريسيون اللي عندهم نوعا من الحصانه الناس اللي عذبوا، اللي خاطر الاداره تحميهم، خاطر يقول لك هذيك خدمتي، وقدام الارهاب وقدام مدري شنو ما تحكيليش على حقوق الانسان، اللغه هذه كمان. الحقيقة مش أقول لك، إذا كان هو نحن نكونوا إزاء برشا وضعيات، إذا كان ثم دولة كيكونسيون التعذيب وتعتبره سياسة، فالحماية نتاع الموظفين نتاعها من المساءلة تكون أيضا مملهجة، كما كان قبل نحن قبل الثورة. يعني لا عندنا، كان ثم غياب للقانون، ما ثماش قانون أصلا يجرم التعذيب الا في عام 99 نحن تجرم التعذيب، ولكن بعمره لا طبقت القانون نتاع 99. دونك هذيك حمايه مؤسسيه من الدوله لمرتكبي التعذيب، ولكن
من المفارقة. نحن في بعد 99 يعني كان عندنا النص قريب شوية، بعد زدنا حسنا في 2011 يعرف تعذيب، ولكن النص هذا أيضا ما تطبقش. يعني المحاكم اليوم كي يشكي الإنسان يقول راني تعذبت، شمعنى تعذبت؟ يعني تعرضت إلى ألم شديد، يعني ممارسات يعني مؤلمة نفسيا أو بدنيا. المحاكم بتاعنا إلى اليوم تعتبر أنه ما عندناش تعذيب. ثم قضية وحيدة في 2012 المحكمة وصفت فيها الأفعال على أنها تعذيب. قضية وحيدة في بعد الثورة. بعد الثورة من اللي تكون من اللي يعني حكم وحيد عنا وقف الأفعال على أنها تعذيب، وبعد ذلك رجعنا للنغمة القديمة ونقول هذا عنف صدر للموظف. ونظن أنه هذه أيضا ثم في القضاء وكأنه وقت الدولة تقول أنا ما عنديش تعذيب، والكون يقولوا فيها ديجا المسؤولين في تونس. وكأنه القاضي ما يتجرأش باش يكذب الخطاب السياسي متاع الدولة، لأنه التعذيب يسيء إلى سمعة الدول، ووقت القاضي يوصف الأفعال على أنها تعذيب فكأنه يناقض خطاب الدولة. نقعد في الجانب هذا. مثلا سمعنا في جمعة هذه أوقف بالحسن الطرابلسي قدام القضاء الفرنسي، وكان وكان الارجومون نتاعو قال انا ما تبعثونيش لتونس خايف لغادي كنتعذب. هل عندنا الدليل كونه الناس اللي انتمت للمنظومة السابقة بعد الثورة تم تعذيبها في السجون، نعم ام لا؟ هو الحقيقة بعد الثورة صارت ممارسة التعذيب. نحن كمنظمة يعني وثقنا مئات الحالات متاع الناس تعرضوا للتعذيب، وهو حالة بحالة. هو معناها الارجيومون هذا متاع يجي واحد يقول ما تسلمونيش الدولة لزوج أسباب، يا إما فيها حكم الأعداء وإما دولة فيها تعذيب وإلا محاكمة غير عادلة. هذولا يفو بروفي. هو بالحسن طرابلسي انا نظن معناها هو يخل ليزافوكا نتاعو ينجموا يرجعوا للتقارير نتاع المنظمات الحقوقيه اللي تصدر على تونس، وينجموا يقولوا هاو فما تعذيب ويجيبوا ديزارجيمون ماك التقارير نتاع المنظمات الحقوقيه. ولهذا يعني وينجم ولو القضاء يكون عنده يقين انه بنسبه 0.0 انه ينجم يتعرض للتعذيب، ولكن يقول لك هاو عندي التقارير نتاع المنظمات الحقوقيه تقول انه فما تعذيب، وينجم يكون ارغيمون باش ما يتسلمش لتونس. دونك انت واجتهاد القاضي وتفاعله مع الانطباع اللي نجم يكون عنده حول صحيح. نجم يقدم احكام صادره في تونس في قضايا، ينجم يقدم تقارير تاع منظمات حقوقيه تقول فما تعذيب في تونس، واللي زاد ما هذول ينجم يخليه القاضي الفرنساوي يقول ما يتكلمش خاطر هما بس هم حتى هم راهو زاد عندهم برشا قضايا تعذيب في المراكز والايامات الاخرى خرجت برشا قضايا تطفو في طريقه الايقاف، عمليه الايقاف خاصه الناس اللي عندهم اصول افريقيه ولا عربيه ولا الاسيويين ما ظهر لي معناها بالحجم يمكن الكم مش كيف كيف. السجون توا سي منذر مثلا بالحق في منوبة مثلا كل سجينة عندها الحق في دبوزة واحدة ما في الجمعة. لا هو الماء اللي عنده امكانيات تشري من المجزة هي حرة. يعني نحن نتقدم تانا، ولكن بالنسبة للسجينات الفقيرات لما يجيهمش عائلاتهم ما عندهمش فلوس باش يشريوا من المجزة للأسف. يعني إذا كان ما الإدارة يعني تمكنهم من قرورة وحيدة في الأسبوع اللهم هما ياخذوا عند سجينات أخرين معناها، أما الإدارة تمكنهم من قرورة وحيدة. هذا مش مجبورة خاطر فما الماء الماء لو كورونت يعتبروا زاد أما نحكي ولا الماء المعدني. داكور هذاك بونيوس بونيوس معناها كما تقول انت مرضى بيان سور
يمكن بالحالات تذكم تبدأ حالة خاصة تتفاعل معهم الـ الإدارة سيختو هما الإدارة يعني قلت يعني هما بيدهم المشرف يحاكم ما فماش أن سيستم تاع مساعدة يعني حتى الإدارة سجينات الناقصين حوايج يجمعوا لهم التبرعات مع باقي السجينات اللي عندهم الميسورات من واللي يجيهم العائلات نتاعهم لأنه فما برشا انت كي يدخلوا الحبس ما عادش يمشيوا لهم عائلاتهم وخاصه لتبدا متورطه في قضيه اخلاقيه ولا بقوسين يتبرئوا منهم عائلتهم وفما من بعض صعوبه كبيره باش يرجعوا في الادماج يعني راهو وضع صعيب ياسر بالنسبه للمراه السجينه خاطر يمكن الدولة تعاقب وعقابها ينجم يكون عادل لكن المجتمع يعاقب مدى الحياة هذيك زادة معفلة زادة في مجتمعاتنا لمنك زادة دومباتي معناها التعاطف سجين ما يتعاطف معه براتيكمون حتى حد وحتى كي يتعرض للتعذيب قضية معناها إذا يصيروا تجاوزات عليه في السجن قليل تلقى ناس يتعاطفوا معه إلا جماعة المجتمع المدني وهنا نحييو الناس اللي بالحق يخدموا ليل ونهار واللي عندهم هذيك الأفلام عندهم الشعلة من الإنسانية تخليهم يقوموا بالعمل هذا على كل شيء نحاولوا باش ننير معناها الزوايا المظلمة نطلقوا عليها الأضواء باش الدولة تتحمل مسؤوليتها سي منذر شكرا لاستجابة دعوتنا الهاتفية ونقول لك وتحياتنا للناس اللي تخدم معك والمنظمات الأخرى اللي تخدم معك ولكل المنظمات التونسية المنظمات اللي تدافع على من لا عائلة له ولا مدافع عنه نحن نعرف اللي بعض ساعات نتعاملوا مع عديد من القضايا بالعاطفة بعض ساعات ما عندناش لو ريكول معناها ما نجموش نخمو باتزان فيما يخص قضايا انسانيه ديما الانسان نحكم عليه معناها بصفه عامه بطريقه اخلاقيه دونك الانسان يقعد انسان ومش بالضروره اللي خرج عن انسانيته نحن نعاقبوه بطريقه غير انسانيه بالعكس إذا نحن نحب نعاقبوه للحفاظ على إنسانيتنا نحن يلزمنا زاد نحافظوا على إنسانيته هو باهي نمشيو الموضوع آخر بيان سور هو حديث توينسا خاصة اللي يسافروا برشا واللي يستناو في العائلة باش يجي واللي يستنى في طبلية شوكولاتة وعدها بها خاتشيبها باش يجيبها من هذيك اللي مونشيري وتبدا ليه هذيك مونشيري ليه ما تهديوهاش هذيك ما خاطر فيها السيرو من داخل نجم يعمل الدويخ فما انواع اخرى